من ضمن الأسئلة، هل مصمم الجرافيك هو موظف حكومي؟ أنا الحقيقة مش فاهم السؤال. هل دي مهنة ممكن يشتغل فيها في الحكومة؟ في بعض الشركات الحكومية بتطلب ناس مصممين جرافيك ديزاينر، وبيشتغل في شركات حكومية. هل هو أصلا طبيعته إن هو يبقى موظف حكومي؟ يعني السؤال العام برضك، ولكن هو المفروض يبقى شخص كرييتيف او الى اخره، ولكن مصمم الجرافيك بيشتغل فيه كتير جدا من الاماكن. وخلي بالكم، موظف مصمم الجرافيك هو اسير او للكرياتيفيتي، للابداع. فلو اشتغل في الحكومه ولا ان ناس مقيده، ممكن يشتغل في شركات خاصه، ممكن يشتغل فريلانس اللي يقدر يجيب فيه، لان هو شغلانه مطلوبه في الوقت الحالي وبتدي مرتبات كويسه يكون عليه هذا الموضوع. لكن ده هي الفكره اللي لازم تؤخذ في الاعتبار. لكن احيانا في بعض مصممي الجرافيك لما بيشتغلوا في بعض القطاعات الحكوميه بيجدوا انهم مش بيتطوروا بشكل كبير. في ناس لا تقول لك لا انا اشتغلت وتعلمت، دي ارض بكر بستكشفها، ما فيش حد قبل كده كان في مصمم جرافيك كان بيبعتوا الحاجه مبكسله، دلوقتي بقى بيبعتوا بشغل كويس. في هذه الحاله تقدر انك تشتغل فيها في هذا الموضوع، ولكن هو ده الاجابه على سؤالك.